مصر سبورت الكابتن سامي قمصان طبعا مدرب فريق النادي الاهلي. فوز مهم يا كابتن يا كابتن سامي، وزي ما بناكد وبنقول النادي الاهلي يستمر في سلسله الانتصارات مع الجديه والتركيز. تلاحم المباريات بيتطلب منكم ان انتم تحققوا نقاط بكل الصعوبات اللي بتقابل فريق النادي الاهلي. بتشوف النهارده الجيم بشكل عام ازاي؟ مباراه طبعا صعبه، ولكن الحمد لله مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، حققنا الهدف من المباراه وده مهم جدا. انت زي ما حضرتك قلت انت ضغط المباراه مهم جدا، الظروف اللي بنقابلها كنت بتلعب 28 بتلعب 2 وبتلعب 5 وهتلعب 8 وبعد كده تلعب 12، فطبعا ظروف صعبه جدا. مهم جدا ان انت تحقق الفوز عشان تستمر في تحقيق الهدف اللي انت بتسعى له اللي هي البطوله المحببه للنادي الاهلي، والحمد لله ان شاء الله خطوه بخطوه ان شاء الله نحقق الهدف ان شاء الله. يمكن بعد الاهداف المتتاليه والكثيره اللي بيحرزها للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه يمكن طمع الجمهور شويه، كل مباراه لازم النادي الاهلي يحقق هدف واثنين وثلاثه، لكن فنيا يا كابتن سامي بعد ما بتكسب بسكور كبير وتوب فور كبير في توب فورم كبير، المباراه الثانيه بيبقى ليها حسابات خاصه فنيا يا كابتن. طبعا انت بتتكلم ما فيش فرقه بتقدر تعمل الاستمراريه دي، عملت الماتش اللي فات ماتش كبير جدا اداء ونتيجه واهداف، المره النهارده برده نفس القصه، انت بتلعب فرقه كبيره برده، فرقه منظمه، فرقه لها تاريخ، فرقه منظمه جدا في الملعب، فرقه قويه يعني، فان انت تجيب جونين وتستمر كده ممكن في الاخر حصل دروب شويه وده طبيعي يعني، لان ده المخزون البدني بتاع اللعيبه طبيعي بيفقد في اوقات كتيره خصوصا في اخر الماتش يعني، وده الراجل كان متوقع عشان كده كان بيحاول برضه بالتغييرات ويريح اللعيبه مثلا زي السوليه وزي جونيور، نفس القصه ضغط المباراه اللي حصل ديت، لكن ان شاء الله احنا طالما بنحقق الهدف ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن واحسن ان شاء الله. تلاحم مباريات كثير، حرس الحدود ومنها مباشره الى تنزانيا، كيف ترى هذه المباراه في ظل يمكن الضغط الكبير اللي بيواجهه النادي الاهلي في المباراه؟ مباراه برضه مهمه تكمله لسلسله الانتصارات اللي احنا بنحققها ان شاء الله، وتدينا دفعه كويسه لينا ومواصله ان شاء الله نحقق الهدف البطوله اللي احنا بنسعى له، وفي نفس الوقت نروح معنويات اعلى ان شاء الله لبطوله افريقيا ان شاء الله. مستمرين معاك يا كابتن اسلام ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. ينضم لي كمان الكابتن محمد يوسف.